ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبارنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا. أعلن عن قائمة الفراعنة لوديتي النيجر وليبيريا يوم 23 و27 سبتمبر. القائمة شهدت انضمام 27 لاعب بينهم 3 حراس مرمى واستبعاد محمد عواد حارس الزمالك. ووقع الاختيار على 5 لاعبين من القلعة البيضاء لتواجدوا في المعسكر وعدم ضم أي لاعبين من نادي فيوتشر، وده بعد انتهاء ارتباط الزمالك وفيوتشر بمباريات بطولتي إفريقيا. ونروح لتدريبات فريق النادي الأهلي اللي خاضها امبارح على ملعب إتيتش استعدادا للموسم الجديد واللي هيبدأ الأهلي بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، وده قبل انطلاق التدريب. حرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مباراة الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي اللي اتلعبت في تونس في لقاء العودة من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، واللي انتهت بفوز الفريق التونسي بنتيجة 3-0 وحسم تأهله لدور الـ 32 للبطولة. حقق فريق الزمالك الفوز على فريق إلكتر التشادي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وهتتلعب مباراة العودة يوم 25 على استاد القاهرة. سجل شيكابالا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 52، وبعد كده سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 77 أهدر أحمد زيزو ضربة جزاء. فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك على الكويتي بنتيجة 23-20 في تاني مواجهاته بالبطولة العربية اللي بتستضيفها تونس خلال الفترة من 17 لحد 27 سبتمبر. نروح لنتائج مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وفريق إيفرتون حقق الفوز على فريق ويست هام يونايتد بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي جمعتهم في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده قفز فريق إيفرتون 4 مراكز مرة واحدة وبيحتل المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، وويست هام في المركز 18 برصيد 4 نقاط. فريق أرسنال حقق فوز مستحق على فريق برينفورد بنتيجة 3-0 في اللقاء اللي اتلعب ضمن منافسة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، وبالنتيجة دي قفز فريق أرسنال صدارة الدوري مرة تانية برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة بس عن مانشستر سيتي وتوتنهام أصحاب المراكز الثانية والثالثة برصيد 17 نقطة، لكن برينفورد تجمد رصيده عند النقطة التاسعة في المركز التاسع. ونروح للدوري الإسباني، وفريق الريال اللي حسم ديربي مدريد بعد على نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح بالجولة الستة من الدوري الإسباني. بالنتيجة دي تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة وتجمد رصيد أتلتيكو عند النقطة العاشرة في المركز السابع. وفي الدوري الفرنسي تعادل فريق نانت المحترف في صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد سلبيا مع ضيفه فريق لانس في المباراة اللي اتلعبت امبارح في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي. وفي الدوري الألماني فاز يونيون برلين على فريق فولفسبورغ المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، وفي المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الألماني، وبالنتيجة دي بيعتلي يونيون برلين صدارة جدول الدوري برصيد 17 نقطة وفولفسبورغ في المركز 17 برصيد 5 نقاط. وبكده انتهت جولتنا الرياضية. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا لك يا دينا.